طبيبة مريم، طبيبة رئيسية بالمركز الصحي مرجان. نحن متواجدون الآن في ولاية الأمن بكائنة بمنصور من أجل تلقيح الأطر والموظفين الذين يعملون في الصفوف الأمامية في هذه الجائحة. وهذه الحملة اللي أعطى الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة نصره الله محمد السادس. كيدخلوا الموظفين كيستافدوا من الاخذ ديال الحراره ديالهم والاخذ ديال الضغط. من بعد كيدوزوا لمركز التسجيل ومن بعد كياخذوا التلقيح من طرف الممرضه المكلفه بالتلقيح. لا يعني الامور دازت في كل يعني في الظروف حسنه والحمد لله. انا كل خدا التلقيح ديالو بدون يعني بدون مضاعفات او بدون اي مشاكل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.